طيب احنا بنبدأ فقرتنا الحوارية مع طراز فريد من المهاجمين. الحقيقة بنتكلم داخل المستطيل الأخضر، يمكن معانا واحد من النجوم النهاردة اللي كانوا يعني يمكن فرقوا، أو بلغة الأهداف خلينا نقول يعني نجم كبير جدا وتألق جدا، وهو النهاردة مشرفنا في البيت الكبير في أول ظهور ليه طبعا كابتن علاء إبراهيم. أهلا بك يا كابتن علاء، مشرفنا وكل سنة وانت طيب. كل سنة طيبين، وأنا سعيد بقناتنا طبعا بالتجديدات اللي حصلت، وسعيد جدا طبعا شفت كابتني كابتن هاني رمزي. الحقيقة كان وحشني جدا الحقيقة، لعبت معاه قبل كده في المنتخب يعني كنت صغير لسه. كنت لسه منضم للأهلي، فكانت حياة اتعلمت من حضرتك حاجات كتير جدا من الناس القريبين لقلبي فعلا. ربنا يخليك، منورنا في البيت الكبير وبيتك زي ما انت بتقول. هنتكلم معاك كتير جدا في الكواليس كتير جدا، والنادي الاهلي ورؤيتك الفتره اللي جايه ان شاء الله علاء. بس نطلع لفاصل مع علاء، تقرير مع علاء ونرجع تاني. من مواليد منطقة الجزاء وأحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، قلب هجوم القلعة الحمراء السابق علاء إبراهيم. واحد من الأمثلة الرائعة للاعبين الذين انطلقوا من فرق مغمورة وعانقوا المجد بارتداء قميص المارد الأحمر. إبراهيم وسيد، إبراهيم على طول الكرة العرضية، ولد علاء إبراهيم في الأول من مارس عام 1975 بمحافظة المنيا، وبدأ مشواره الكروي من نادي المنيا، ثم انتقل لصفوف الأهلي في العام 1997، واستمر مع الفريق لمدة 5 مواسم حفر اسمه خلالها بحروف من ذهب، بعد أن سجل 73 هدفا في ظل منافسة شرسة في ذلك الوقت مع عدد من الأسماء المرعبة في هجوم المارد الأحمر مثل حسام حسن وأحمد فيليكس وأحمد عبد المنعم كشري. خلال مشواره مع الأهلي توج علاء إبراهيم بستة ألقاب، حيث فاز بالدوري الممتاز 3 مرات وكأس مصر 2، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا عام 2001. وواصل تألقه بعد الخروج من القلعة الحمراء، حيث لعب لأندية المصري وبتروجيت وسموحة والمصرية للاتصالات، كما خاض تجربة احتراف عربية مع فريق الوحدات الأردني الذي انضم لصفوفه عام 2005 على سبيل الإعارة من المصري مقابل 40,000 دولار في أغلى صفقة إعارة في تاريخ الدوري الأردني حين ذاك. ولم يخيب علاء إبراهيم الآمال المعقودة عليه مع الوحدات، وتوج رفقته بلقب هداف الدوري الأردني برصيد 14 هدفا. وعقب هذه الرحلة الموفقة عاد اللاعب ليتوج بلقب الهداف مرة أخرى، لكن هذه المرة رفقة فريق بتروجيت في الدوري المصري الممتاز موسم 2007-2008 برصيد 15 هدفا، ليترك بصمته كأحد هدافي الدوري المصري. وعقب إلقاء كلمة الوداع للمستطيل الأخضر لاعبا، اتجه القناص المنيوي إلى العمل في التدريب، حيث تولى تدريب عدة أندية كان من أبرزها نجوم المستقبل ودكيرنس وكفر الشيخ والزعفران والشرقية للدخان والحمام. علاء إبراهيم هداف من طراز رفيع ترك بصمة قوية في سجلات الكرة المصرية. علاء إبراهيم من اللعيبة التي لم تتحدث بغير لغة الأهداف زي ما بيقولوا،
73 هدف ما شاء الله في 5 سنين مع الأهلي، غير اللي أنت عملت كنت هداف الدوري في الأردن، كنت هداف الدوري في الأردن وعملت يعني نجاحات كبيرة جدا في تاريخك أو في مشوارك يا كابتن. بس أنا مش عايزة أبدأ البداية التقليدية من بدايتك، أنا عايزة أبدأ بماتش النهاردة، لأنه النهاردة زي ما قلنا استثنى، والنهاردة بعد 151 يوم الأهلي أو أكتر تقريبا دلوقتي الأهلي بيلاعب أمبي وكسب، وحضرتك طبعا يعني في أكيد تابعت الماتش، وعايزة أسألك عن الماتش وتحليلك ليه بشكل سريع جدا، نبذة مختصرة تقول لنا عنه إيه النهاردة، شفت الأهلي إزاي؟ هو الحقيقة طبعا فترة التوقف دي حوالي 5 شهور، طبعا فترة كبيرة جدا بالنسبة للعيبة الأهلي، طبيعي أن بيخشوش في الفورمة بسرعة، محتاجين وقت. طبعا الماتشات الودية بتبقى يعني تدريجية طبعا، لكن المباريات الرسمية بيبقى لها طبع خاص ذهني ونفسي، لا حاجات كتيرة جدا الماتشات الرسمية لسه بتخش. والحقيقة عندنا كمان يعني اللاعب المصري بيحتاج وقت عشان يخش في الفورمة في المباريات، فأعتقد الأهلي والزمالك وبيراميدز أكتر ناس مستفيدة، لأن ده إعداد ليهم للبطولة الأفريقية، لأن اللاعب المصري عشان يخش في الفورمة محتاج 5-6 ماتشات، كان لازم يلعب في الدوري. بالظبط، يعني المباريات اللي جاية دي ان شاء الله تبقى ليهم، هيبقى في صعود تدريجي غير الدوريات التانية، بنشوف اول مباراه بيبقى الدنيا مختلفه، لكن طبعا الفكر والجو واللعيبه والنظام الصحي طبعا مختلف تماما، فبيدي فرصه للعيب ان يخش بسرعه. وكابتن هاني طبعا اضرب الكلام اللي انا بقوله، لكن الاهلي النهارده استفاد كتير من المباراه الرسميه الأداء مش هنقدر نتكلم في الأداء كتير، يعني لأن الحقيقة اللعيبة معذورة محتاجين وقت. الأهلي من 5 شهور بيلعب مباريتين وديتين، مش كفاية طبعا، أكيد مش كفاية. حتى فترة الإعداد بتاعتهم لما بدأنا لما نزلوا السماح للعب برضو لسه الناس لسه اللياقة البدنية ما اكتملتش 100% أو حتى 90% حتى، فمحتاجين وقت. لكن اعتقد في الكيرف بيطلع كل ماتش ان شاء الله يطلع شويه بشويه. اهم ما في المباراه 3 نقط، والحمد لله النادي الاهلي قدر ياخده اللياقه البدنيه، جو المنافسات. جو المنافسه ده مهم جدا، خصوصا احنا داخلين على بطوله احنا مشتاقين ليها. يعني محتاجينها الحقيقه، بطوله افريقيه الحقيقه احنا مشتاقين. يعني انا في وجهه نظري لو هتقارني او هتقول مثلا بطوله دوري ولا بطوله كاس ولا بطوله سوبر وبطوله افريقيه، اقول لك لا احنا عايزين بطوله افريقيا. فاعتقد ان النادي الاهلي استفاد، في طبعا لعيبه يعني لسه هتخش في لسه بدري. لسه بدري، انت كمان عارف القصه ده، انت لما كنا بناخد 3 أسابيع راحه ونرجع التمرين تاني بناخد وقت شويه، لكن اقدر اقول اداء مقبول، يعني مقبول من النادي الاهلي النهارده. في اعتقادي الشخصي يمكن الشوط الاولاني كان اول نص ساعه كان فيه شويه عدم تمركز او لخبطه شويه في الاداء التكتيكي، لكن بعد نص ساعه اعتقد الامور اتصلحت، خاصة كمان بعد الهدف الأمور اتفتحت بشكل أكبر. وأنت عارف ابني إنبي من الفرق الكبيرة، علاء يعني إنبي معهم مدرب قدير، كابتن حلمي كمان، كابتن حلمي بيقفل كويس قوي، ثقافته وفكره في الملعب طبعا بتبقى بتفرض الحقيقه، يعني بيقفل بيعرف يقفل، خصوصا بيلعب برضو النادي الاهلي في مباراه بالنسبه له عايز يطلع بقى للخسائر، لكن النادي الاهلي الفوز يعني بيدينا ثقه. طبعا بيدينا ثقه لينا احنا كمان كمشجعين وكمحبين النادي الاهلي، ان احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه الماتشات اللي جايه نتطور نخش في الماتش. المباراه النهارده برضو من ايجابياتها يعني اعتقد في كذا لاعب اطمننا ليه، يعني انا شايف النهارده مكسبنا حمدي فتحي طبعا، اللعيبه الهايله جدا جدا جدا، ان شاء الله الماتشات اللي جايه نشوف محمد محمود كمان بشكل كويس، اللعيبه المصابه دي لما ترجع وتاخد الفورمه اعتقد النادي الاهلي هيتغير خالص. لا ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله احنا متوقعين دوت وكلنا ورا النادي الاهلي. والنهارده نقول مبروك 3 نقط، انت بتتكلم على ريكورد، انت عامل 18 مباراه كسبان 17 مباراه ومتعادل مباراه واحده، فكل انت كمان ما بتكسب كل ما الفرق اللي تحتيك معنوياتها بتقل خلاص، يعني بتحسم الدوري كل ما بتكسب مباراه خلاص الدوري بيتحسم، وكمان يا سهام بيبقى خلاص احنا عايزين ان شاء الله نحسم الدوري ان شاء الله بدري علشان كمان يبقى كل تفكيرنا ان شاء الله في البطوله الافريقيه اللي هي الاغلى زي ما انت بتقول عليا. شوف يا كابتن يعني ال 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 يعني المباريات طبعا حته الريكورد يعني دي مش غريبه مش جديده على النادي الاهلي، النادي الاهلي عمل قبل كده ريكورد اكتر من كده، لكن المكسب ان احنا اللعيبه تدخل بتاعتنا، لكن في حاجات كده يعني مش عارف مع فايلر الحقيقه الفتره اللي مسك فيها دايما بنفوق الشوط الثاني مش عارف ليه،
يعني دايما الشوط الاول بيبقى فيه حاجات لخبطه كده في التشكيل في طريقه، بيبدا الشوط الثاني بيتغير خالص، مش عارف يعني هل ده يعني بقى فلسفه عنده او طريقه؟ لا بالعكس، كان في تغييرات واصابات. بالظبط، اولا في اصابات كتير. لكن انا في وجهه نظري برضو سماح ان بالعكس ده يحسب للمدرب، يعني دايما يقول لك الشوط الثاني ده شوط المدربين. معنى ايه شوط المدربين؟ انك انت قبل المباراه كمدرب بتحط سيناريو معين. سماح مين؟ لا ما قلت سماح. بعد قبل المباراه بتحط سيناريو. السيناريو ده ممكن جدا يتطبق في الشوط الاولاني طبعا، وممكن ما يتطبقش. شطاره المدرب ان هو بيسترجع سريعا، والنهارده على فكره فايلر بعد نص ساعه، يعني نص ساعه بالظبط بعد ادائه شايف ان لا العدله الملعب مش مظبوطه، ما عندناش جناح بعد ما بدا جاي بالظبط. فانا في رايي حتى لو النادي الاهلي مستواه الفني في الشوط الثاني بيرتفع، ده اعتقد نجاح لفايلر. احنا طبعا كلنا وبنحب النادي الاهلي، واحنا بنقول دايما ان النادي الاهلي بيقدم لنا كرة حلوه قوي ونتائج. فيعتقد الشخص ان شاء الله باذن الله زي ما انت قلت علاء هيجي طبعًا. كل اللياقه البدنيه والفنيه طبعًا. والذهنيه طبعًا. بتيجي مع المباريات، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل طبعًا. يعني ان شاء الله باذن الله. الخطه الهجوميه اللي بيعتمد عليها الاهلي من وقت جوزيه تقريبا لحد دلوقتي، وفايلر يمكن جوزيه كان اول من اختاره يلعب بيه مهاجم فروت صريح كان كابتن علاء ابراهيم. وكابتن علاء ابراهيم انت كان معاك تقايل برضو زي ما بيقولوا طبعا. تفتكر ولحد دلوقتي فايلر بيلعب بنفس الطريقه بس انا عايز اسالك الفرق بين الطريقتين ايه؟ مع انها نفس الخطط، يعني ايه الفرق بين 4 صح 4 4 2 بيلعب راسين حربه او راس حربه؟ لا واحد. الفرق أربعة بين 3 الفرق بين جوزي وفايلر مع انها نفس الخطه النهارده؟ لا يعني طبعا الوضع مختلف خالص. احنا بنتكلم في 2001 اول ما جه مستر مانويل لحد 2020، يعني 19 سنه الدنيا اتغيرت خالص. مستر مانويل جه كان كل الناس تعرف 4 4 2 او 3 5 2، ما حدش كان يعرف 4 3 3 دي. الحقيقه هو اللي دخلها بشكل كويس، يعني احنا اول فتره مع جوزيه لما اشتغلنا دخل 4 3 3 4 بالظبط كده. عمل الفيرود واحد واثنين تحتيه. كنت انا قبل كده سنتين لعبت مع مستر سوبل، كان كابتن حسام، كنت بلعب انا، كان شويه كان فاروق، كان شويه كان علي ماهر، شويه كان كشري، كان دايما 4 4 2 الصريح اللي احنا نعرفه. الحقيقه جوزيه غير 4 3 3 او 4 2 1 3، يعني عملها بشكل الحقيقه جناحين ونجحنا فيها. وكان الحقيقه عندنا كان خالد بيبو، كان وائل رياض، كان عندنا برضو لعيبه تلعب بالشكل ده. لكن جوزيه يعني لا يعني مش عارف، حاسس ان هو مش هيتكرر تاني في الاهلي. مش عارف انت شايف كده؟ يعني اتمنى طبعا حد يعدي مستر مانويل لان هيتعدي بنجاحاته. لكن مستر مانويل الكاريزما بتاعته لا مختلفه في تدريبه، في ماتشاته، في اداره ماتشاته. الحقيقه الراجل ده لا جه يغير كتير، حتى انا لحد هذه اللحظه وانا مدرب انا استفدت من شغل كتير جدا من الانديه اللي انا دربتها بعد ما بطلت من مستر مانويل. لا الراجل مخ وحاجه يعني طبعا مختلف طبعًا. تماما وكمان مش كوره بس لا نفسيا وشخصيه المدرب كذا حاجه. يعني المدرب كذا حاجه الحقيقه من شخصيه مستر مانويل استفدنا منها حاجات كتيره جدا. الراجل انا من الناس اللي كنت يعني قليل او بعض احتياطي، بس لما كنت بنزل بدي كل حاجه. الراجل ده كان يقعدك وانت مبسوط. انا مستر فاير لا يعني حاسس ان هو يعني الالمان، وهو طبعا سويسرا اعتقد قريب من سويسرا. سويسرا لا بس على فكره الراجل انا اتكلمنا وكان معانا هنا في البيت في البيت الكبير. الراجل متفاهم، لكن انت عارف بيبقى فيه نوع من انواع الصرامه شويه. ده موجود طبعًا. لكن خلينا نطلع من الحته دي شويه. احنا كنا بنحتفل بنادي القرن طبعا، وكان في مباراه كبيره نادي الاهلي وريال مدريد طبعا. يعني الكره اللي جت في العارضه دي لو كنت جبتها كان زمان جت كان زمان في حته ثانيه. ريال مدريد هنا كان زمانك فين؟ كان زمانك معاهم هناك. لا مش الدرجه دي كانت بس انت عليها قوي. كانت تختلف في التاريخ بتاعي شويه. طبعا كانت انا مباريتين فاروا معايا، ماتش الكره دي و4 4 الاسماعيلي. لو الماتش ده خلص 4 3 انت كنت جبت جون الرابع. نزلت في كان 3 2 للاسماعيلي، نزلت عملت جون لبلال
وجبت جون اللي هو ضربه يعني 3-3 عملت الجول يعني وجبت الجون الرابع. ايوه ورحت جايب جون بقت 4-3 الماتش ده خلص كده تخلص كده. كان الدوري ده كان سمى علاء ابراهيم بقى دوري علاء ابراهيم كان بالظبط. رحنا تعادلنا بقى وتعادلنا وبعد كده تعادلنا كمان في المحله فخرجنا يعني. والعارضه دي ما رحتش ضربتها ولا رحت عملتها ولا اي حاجه وقفت ازاي؟ انا فاكر الحته دي ضربت كان لا رقصت كمان ضامنها لدرجه ان ما هو يا لاكي طبعا هو هو توفيق توفيق ربنا انها بتحط رئيسه كمان كابتن بتاعت فرناندو هيرو دي برضو يعني انت مش ناسيها برضو تتكلم لازم لازم اتكلم فيها. عملت انا شوطه معدي راح وقع فبرضو كان بالنسبه لي حاجه لا يعني كان كان الحقيقه كان جو احتفالي وحاجات النادي الاهلي يعني مش عارف يعني النادي الاهلي حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا كابتن انت عارف طبعا وحضرتك كابتننا النادي الاهلي بنديله بكل حاجه يعني انا لعبت 5 سنين من احلى 5 سنين في حياتي الحقيقه. ماتش ريال مدريد دي يعني في حاجات كده بتفرق في تاريخ. قول لي قول لي برضو وانت نازل معاك زيدان في الملعب وبتتكلم على في وراؤول وراموس وبتتكلم على نجوم يعني انا على المستوى الشخصي كنت اتمنى العب ضدهم يعني فاهم الموضوع بالنسبه لك كان ازاي؟ وبعدين بتكسب المباراه 1-0 ويعني قول لي شعورك برضو في اللقطه دي ايه؟ بص يا كابتن يعني هو يعني المباراه دي لو اتكررت دلوقتي الدنيا هتتغير خالص عن قبل كده لان برضو في 2001 يعني كانت الدنيا برضو القنوات مش كانتش كتير. انت بتتكلم ان المباراه كانت هتاخد على الاحتفاء بيك طبعا يعني لا الاحتفاء بالمباراه نفسها لان الاول يعني احنا من فترة بس صغيرة بدينا نذيع المباريات ونتابع بقى الدوري الانجليزي والدوري الاسباني ما كانش بالزي دلوقتي. دلوقتي احنا مباراة مثلا في الدوري الاسباني كلنا بنقعد ومع ذلك كانوا ما شاء الله يعني كنا عارفينهم واحنا وجمهور برضو فكانوا اساطير بالنسبة لنا. كان مباراة بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا. انا كان معايا يعني هشام حنفي بكى عشان ما كان عايز يشارك والله العظيم. انت كنت متوقع تلعب؟ والله انت انا كنت متوقع ان كان جوزيه يعني في فتره الاعداد كان مثبت التشكيل شويه فانا كنت عارف ان انا هلعب. فهشام حنفي كان معايا في الاوضه بكى والله العظيم عشان هو انت عارف هشام عايز وقلبه ابن النادي ومباراه بكى ان هو مش هيشارك. يعني تخيل بص لعيب كبير زي هشام حنفي بيبكي عشان مش عايز يشارك في المباراه. فبالنسبه لنا كانت حلم كبير جدا والحقيقه يعني حد هذه اللحظه حوالي 19 سنه واحنا بنتكلم على لو رجع بيك الزمن او المباراه دي بتتلعب في الوقت الحالي كنت عملت ايه ما عملتوش في الملعب غير الاوفسايد يعني؟ لا هو مفيش بس انا كنت اتمنى ان الكره تخبط في العارضه وتخش بس العارضه تتزحزح بس شويه يعني يعني جون في ريال مدريد كانت الدنيا اتغيرت يا كابتن هاني كانت اتغيرت يعني لكن يعني انت لعيب كبير وبتتكلم على الحلم وبتتكلم على حلمك ايه بقى؟ حلمك ايه اول ما دخلت اهو طب تعالى نشوفها مع بعض عملت بقى شوط ده يرو اللي وقع لا بس انت حطيتها يعني انت وبعدين انت ايه طبعا زعلت مش مصدق خالص يعني في الوقت ده اهو ايش انت خدت الكره اهو هو ده يلعب انت طب وقت رايح عملت ان انا شوط ورحت ماشي ده هيرو ده فرناندو كان حاجه يعني هي مباراه يعني الحقيقه بالنسبه لك ما شفتش خالد بيبو جنبك هو طبعا لا في دي انا عملت له جون خلي بالك لا في دي لا لا في دي لا صعب يعني صعب صعب سيبني بقى قول لي سيبني بقى ادي له فرصته بقى الحقيقه المباراه دي حلم بالنسبه لنا ويعني يعني كانت احتفال كبير جدا طبعا لقب كبير جدا وغالي علينا كاهلاويه نادي القرن طبعا وكان احتفال نادي القرن برده كان في اوروبا ريال مدريد فكانت مباراه ليها لا شكل طابع خاص خالص الحقيقه لا الحياة كانت مختلفة بكل الجوانب وبرضو هصر وأقول إن لو القنوات والسوشيال ميديا بالشكل ده دلوقتي كانت الدنيا اتغيرت خالص طبعا كان 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 طبيعي السوشيال ميديا دلوقتي يعني بتفرق جدا على الشكل الإيجابي والسلبي. نرجع بقى خالص يعني نرجع بقى البدايات احنا عارفين من المنيا والمنيا طلعت لعيبة كبيرة عندنا احمد حسن وعماد النحاس وهشام عبد الرسول ويعني نجوم كبار طلعوا وانت نجم من ضمنهم. بداياتك كانت ازاي؟ انا بداياتي لعبت في كنت في مركز ملاوي كده في قريه صغيره بلعب لحد ما رحت ناشئين نادي المنيا من ابناء نادي المنيا الناشئين 16 سنه لعبت اول سنه ناشئين خالص طلعت بعد كده 17 سنه
بديت انضم للفريق الاول. للفريق الاول كانوا لسه نازلين من الدوري الممتاز. لعبت حوالي 4-5 سنين كده درجه اولى معاهم، كنت بلعب ناشئين وفريق اول، لحد ما السنه اللي انا هتأيد فيها فوق لعبنا فيها دوري ممتاز. السنه اللي قبلها كان جانا كابتن حسن شحاته، هو اول فرقه صعدها كان مني، صعدنا الدوري الممتاز ومشي. وجانا حظك كويس طبعا. كابتن حسن شحاته مدرب كبير استفدنا منه كتير حقيقه، كتير جدا الحقيقه، من اسمه وشخصيته. والحقيقه هو برده من المدربين اللي افادونا كتير جدا في الملعب، افادنا الحمد لله. صعدنا للدوري الممتاز الفتره اللي انا كنت فيها الحمد لله، يعني كنت ماشي شويه، جالي الاهلي وجالي الزمالك وجالي الاسماعيلي وجالي المصري. ولكن اول سنه دوري ممتاز، دوري ممتاز يعني اختلاف دلوقتي القنوات. الدرجه الثالثه دلوقتي مذاعه بتتذاع، احنا عندنا كنا درجه اولى يعني تعتبر ممتاز بيه دلوقتي، وما كانش فيه اي حاجه. وهناك كنت بجيب ال 25 جون في السنه، هداف مش عارف كام مجموعه. ومع ذلك كانت لسه برضو السوشيال ميديا مش زي كده، ما بتظهرش اللعيبه المميزه بالشكل اللي احنا بس فيها. تعاقدك مع الاهلي كان بشكل سلس ولا كان فيه عراقيل برضو؟ لا، هو ولا كان لازم يشتروني من نادي المنيا، وكان جاي لي برضو عروض. بس الحقيقه يعني المنيا او الصعيد عموما يعني النسبه الاكبر اهلاويه جدا، يعني حتى مجلس الاداره كان اهلاوي، فالكله كان رايح طبعا ان احنا يوافق. وكابتن ثابت البطل رحمه الله عليه كان ليه موقف معاك في البدايات جدا، مش كده؟ الكابتن ثابت يعني الله يرحمه ويحسن اليه، من الناس اللي ليها دور كبير جدا ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. كان في وقتها كان عضو مجلس اداره اللي هو علاء مقلد، كان ماسك عندنا في المنيا، وهو يعني طبعا زملكاوي جدا يعني، وكان ليه علاقه بمجلس اداره الزمالك، وجابني عنده المكتب في مديريه امن المنيا. ده وقال لي قبل ما تروح النادي الاهلي كنت كنت في الممتاز بيه ساعتها؟ لا، كنا مدرب ممتاز. مدرب ممتاز. مدرب ممتاز. وجابني وكلم رئيس النادي وقال له خلاص هبعت لك الورق بكره والفلوس وتخلص. قال لي ماشي، قلت له ماشي. فطبعا هقول له ايه ده لواء، هروح فين؟ خفت. بس طلعت من عنده كلمت كابتن ثابت على طول. على طول قلت له كابتن حصل كذا كذا كذا. قال لي ما تروحلوش، هو قال لي تعالى لي تاني يوم. قلت له ما اقدرش، هيجيبني من البيت. وفعلا بعت لي ضابط البلد يجيبني. ضابط ايه؟ بعت لي البلد ضابط يجيبني. يجيبك. بس يعني مش مقبوض عليه يعني، بس جابني. لا يعني واحد هو عندي كلام يعني. ايوه والله ده حقيقي، بطريقه وديه برده يعني. بالظبط كده. جابني وكلمته وكان ثابت، قال لي طب خلاص بكره انا هحل الموضوع. وفعلا بعت بقى الشيك وخلاص وخلص. انت كان اصرارك تلعب النادي الاهلي؟ اهلاوي يعني. انت اصرارك عيله كلها اهلاويه؟ لا، والدي زملكاوي. اوكي، بس انت انتمائك من الاول عايز النادي الاهلي؟ اهلاوي يعني بشكل يعني غريب جدا كمان. وكمان انت دخلت في زي ما قلت يا سهام، دخل وفي لعيبه كبار في مركزك. يعني برضو طبعا مع احترامي لكل الانديه، انك نادي اول مره يلعب في الدوري الممتاز طبعا، ومهاجم، خلي بالك بتفرق جدا مهاجم ومدافع طبعا. يعني ممكن مدافع اهو يعني يشارك بيبقى الشكل مقبول، لكن كان مهاجمين على مستوى عالي جدا طبعا. وقدرت الفتره دي يا كابتن كمان كان النادي الاهلي قبلها بسنتين ثلاثه او بعدها برضو سنتين ثلاثه، يعني كان النادي الاهلي عشان يجيب لعيب او اتنين يعني. السنه دي انا دخلت فيهم انا وحسين شكري بس يعني النادي الاهلي اتعاقد معاه، وانا جابني مكان فيليكس يعني. فيليكس مشي وانا موجود. كان كابتن حسام طبعا، كان علي ماهر، كان كشري، كان محمد فاروق. ايوه. لا كان اسماء كبيره، اسماء كبيره جدا. يعني دلوقتي تشوف مهاجمين الاهلي يعني لا، الاهلي كان فيه 4-5 مهاجمين حاجه عاليه جدا. مهاجمين الاهلي بخير يعني، بس انا بتكلم. لا مش بخير يا كابتن، خلينا نتكلم منطقيين. بص، خلينا، انا بتكلم بكل امانه، ممكن يكون عندنا مشكله، ممكن يكون عندنا مشكله، لكن انا شايف ان تجديد مروان ان شاء الله هيخش بشكل كويس. عندنا يعني في الفتره اللي جايه احنا بنتكلم في، لا يعني ممكن النادي الاهلي كمان، كنت بتكلم الكلام ده من الاسبوع اللي فات، في قطاعات الناشئين كمان بتزق يعني، ان شاء الله هنلاقي ولد صغير من قطاع الناشئين ممكن يخش. يعني ما عندناش ازمه لغايه دلوقتي، تقول ازمه بشكل ازمه. انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ لكن اتفضل. وحضرتك انت بتلعب في الاهلي كان كام مهاجم موجود؟ لا انت بتتكلم بقى، انت لا في مركزك لا. انت نادرا دلوقتي. لا ماشي. لا وانا انا لعبت سنه ونص طبعا، ما لعبتش كتير برضه على مستوى الفريق الاول. كابتن حسام، كان كابتن محمد رمضان، مش كده؟ طبعا. كان في يعني كان لا يعني كان النادي الاهلي عد 5-6 انت فرق. بص برضه علاء، خلي بالك هي بتبقى اجيال. انت لو مسكت مثلا على سبيل المثال منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته، مين كان راس حربه؟ لا كان فيها. طب عد
كان عمرو زكي يعني كان عماد متعب كتير كتير كان مزبوط. الفتره دي كان برضه عبد الحليم علي، كان وليد صلاح عبد اللطيف. فانا بتكلم السوني. اه بالظبط، انت بتتكلم على اجيال ساعات اجيال بتفرز عدد كبير بالظبط. يعني انت على يوم ما كنت بتلعب في كتير قوي مهاجمين مميزين، ممكن دلوقتي المهاجم المميز ما بقاش كتير قوي، وبالتالي وده برضه خلي بالك. احنا تاني هرجع اقول ان برضه لازم ندي فرص لاولادنا الصغيرين. انت كل مطالب انك تاخد بطولة وكل حاجة، لكن لازم تبني من تحت وتدي فرص للناس اللي تحت، مش كله يكون مثلا اجنبي يعني. احترامي طبعا للجميع. يعني انت حضرتك لو انت مسكت دلوقتي واحنا على ارض الواقع اهو، هنقول مهاجمين النادي الاهلي هتقول مروان محسن وبدشي، مش كده؟ في حد تاني؟ لا، ما هم دول اللي بيلعبوا، هم دول اللي بيلعبوا. نادي اهلي بكذا بطولة، شارك كذا بطولة، اتنين فراود. لا، ما هو خلي بالك برضو علاء، انت ممكن في وقت من الاوقات بتلعب شادو سترايكر، انت ممكن تلعب يعني في طرق لعب. انا مش عايز، انت وجهة نظرك تحترم تمام. النادي الاهلي ممكن يكون محتاج راس حربة بمواصفات مميزة، ممكن ما يكونش موجود دلوقتي، لكن مروان بنحاول بقدر الامكان. لا انت يعني انت يعني بقول لحضرتك، يعني النادي الاهلي عنده بادجي ومروان محسن، مش شايف فرودة تاني. تعال نتكلم اللي تحت بقى. ما ده اللي بتكلم عليه، انت لازم تبص لتحت. وبعد كده كان عندك، انت عندك مشكله على عندك حسين الشحات ورمضان واجايه وجيرالدو وحسين الشحات، عد بقى 5 6. طب ليه ما يبقاش على الاقل 2 فرود كمان معاه؟ خلي بالك. عايز اسالك سؤال ممكن. اتفضل. الفرود الصريح اللي حضرتك بتتكلم عنه كنت بتمثل مركزه في الاهلي، ده الندره دي افتكر ان هي في مصر كلها، مش حال الاهلي فقط دلوقتي، صح؟ هو احنا على منتخب مصر، لما كنت موجود في منتخب مصر كان عندنا مشكله في الحته دي. يعني انت ما تكلمش على النادي الاهلي بس ان هو الاهلي عنده مشكله في مركز راس الحربه، لا انت بتتكلم ان جنرال. لا، احنا في مصر عندنا بعض المراكز اللي عندها مشكله، منها راس حربه، منها مثلا باك شمال مثلا. تتكلم على باك شمال، عندنا مشكله على مستوى مصر. ممكن الاولاد اللي جايين منتخب الاولمبي دول اللي جايين، لكن لما بتتكلم لا، حط لي 3 4 باك شمال على مستوى طبعا عالي دلوقتي طبعا. لا، فمش النادي الاهلي بس، النادي الاهلي جزء من المنظومه الكبيره. عندنا مشكله بس هي انديه مصر كلها، يعني اعتقد يعني ده وجهه نظري. ماشي كابتن، بس انا بكلم منتخب مصر، حتى لو انت بتلعب مثلا بفرودين في ماتش، لكن انت النادي الاهلي كل 3 ايام ماتش، مشاركين في كذا بطوله، دوري وكاس وافريقيا، في اعتقادي مش اقل من 4 فراوده. يعني على الورق كده ابص على الورق الاقي فلان وفلان وفلان 4 فراوده. ما هي دي المشكله في فلان وفلان وفلان. هي على فكره هي دي المشكله، ان احنا بقول لك منتخب كنا بنعاني شويه. ان شاء الله يطلعوا من تحت ايدك يا كابتن. ان شاء الله. ان شاء الله. عندي مش شايف دخان فرود. كلمني سيد علي. طب حلو جدا. فراوده برضه مهتمين يعني. لا، سيد مواليد 96 وجايب لنا حوالي حاجه و20 هدف في السنه دي. ومن الفراوده اللي جايه. اللي جايه. طب بمناسبه الفراوده بقى، حسام حسن، وما اتكلمناش كلام تقليدي. طبعا. انت لعبت جنبه طبعا. ايه المواقف اللي انت تفتكرها بقى في الملعب، يعني تقولها لنا عن حسام حسن وانت داخل الملعب او بره الملعب؟ يا كابتن حسام طبعا ما ينفعش نقول حسام حسن، الكابتن حسام حاجه طبعا. تاريخ اتعلمت منه حاجات كتيره جدا. كابتن حسام يعني من الناس اللي تلعب جنبها تتعلم. يعني تعلم، ده رقم واحد. رقم اتنين، اكتر حد استفاد من كابتن حسام انا. لان كنت جاي من المنيا، على ابراهيم حسام حسن كان جاي هداف بوركينا فاسو كابتن هاني. كنا راجعين، كل الناس بص على حسام حسن، فاداني فرصه ان انا اكبر. الحقيقه تحركاته وروح وقلبه ما كانش بيقول لك ما بصتليش ليه. بامانه لا، هو بص يعني، هو الكابتن حسام بدليل ان انا بطلت مثلا 37 سنه 36 سنه، هو قعد حاجه 40 سنه. من دي يعني كابتن حسام يعني في مره، اول مره يجري ورايا يقول لي ايه باصي، قلت له يا كابتن حسام الكوره جون. قال لي يعني باصي انا؟ هو كابتن حسام كده، مع انك كنت بيجيب اجوان. بس هو كابتن حسام كده يعني، كان يقول لك يعني كان بيعلق على الموضوع ده، يقول لك ليه ما بتبصليش ده؟ مش لو كان عصام الحضري، لو كابتن هاني بيضحك، ده لو عصام الحضري لعب بضربه مرمى هيقولوا ليه ما لعبتهاليش. هو حسام عنده نوع من انواع الغيره، دي شغلته يعني، دي شغلته وشغله حسام. بس هو حسام دايما يعني، حتى لما مثلا واحد رايح هو والجون
وكرة وجابها جول. وجابها جول. لا يقول لك ليه؟ يقول له انت لو لعبتها لي كنت هجيبها جول. قال له طب انا جبتها جول خلاص. ايوه جبتها جول. قال لي والله يا كابتن. قال لي والله قالها لي في جول. قلت له يا كابتن حسام الكوره جول. قال لي يعني بلعبها بالعرض يعني. بلعبها برضه بالعرض. لازم الضيقه دي. هو كان بيضايقها ام الضيقه. لو كنت عادي احط في الضيقه يقول لي ام الضيقه دي حرام عليك. لا الحقيقه كابتن حسام يعني هو اكتر مهاجم اتعلمت منه جداً ولا في مهاجمين تانيين؟ لا 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 كابتن حسام بس. كابتن حسام بس. طبعا. وكان المثل الاعلى لينا كلنا كمهاجمين كابتن محمود الخطيب طبعا. اللي احنا يعني المثل بتاعنا يعني. بتيجي من المنيا وتلعب في اي مكان النظر بتاعك كابتن محمود الخطيب طبعا. بداياتك ايه بقى مع اول مباراه رسميه مع النادي الاهلي؟ احنا قلنا داخل وسط طبعا مجموعه كبيره جدا. دخلت اشتراكك اساسي كنت فاكر انك هتروح خلاص حلب اساسي وسط الناس ديت ولا بدات الاول احتياطي وبعدين تاخد شويه يعني احكي لنا بداياتك بالظبط مع الفريق الاول النادي الاهلي. انا طبعا اول مره اخش النادي الاهلي كانت بالنسبه لي حاجه يعني حاجه كبيره جدا كان بالنسبه لي حلم كبير جدا. انا بقول لحضرتك اهلاوي ماتشات الاهلي والزمالك والحاجات دي في البنية عندنا ضرب نار بين اصحابنا يعني الدنيا كانت صعبه جدا. فكان بالنسبه لي حلم كبير جدا ان انا اخش النادي الاهلي. طبعا اول مباراه يعني الاول كان في معسكر في اسكندريه وبعد كده رحنا المانيا وبعد كده لعبنا البطوله العربيه في السعوديه. رجعنا على السعوديه بطوله عربيه بس كانت بطوله عربيه يعني ما ما, ما يعني لعبنا نهائي وخسرنا وكان بسبب التحكيم شويه كده. وبعد كده رجعنا على الدوري كان اول ماتش اسوان في اسوان لعبت ماتشين بعد كده الثالث بديت ان انا اهدف بقى. اول مباراه التهديف ليا كان بلديه المحله في استاد القاهره والدنيا مشيت. لكن هو ان لا يعني النادي الاهلي عشان الرهبه بتاعتك كل ماتش كل تمرين كل ماتش كل تمرين وكمان يعني النادي الاهلي يعني مش ما لقيتوش ده في انديه تانية. لا انت لعبت انديه كتير خالص. يعني انت لعبت بص يا كابتن اللي ما لعبش كوره في النادي الاهلي ما لعبش عشان بس نتكلم منطقيين يعني مع احترامي لكل الانديه. انا لعبت في بتروجيت وخدت هداف دوري طبعا وخدنا ثالث دوري وكنا عاملين ماتشات كويسه ولعبت في المصري عملت برضو موسم هايل في المصري خدت ثالث هداف دوري جبت 13 جول. لكن النادي الاهلي يا كابتن الموضوع مختلف خالص. كوره جمهور احنا لحد هذه اللحظه نادي الاهلي لاعب النادي الاهلي سابقا فدي طبعا النادي الاهلي في كل دقيقه فيها هدف. عشان كده اقول لك روح الفانيله الحمراء لا في التمرين احنا في التمرين ما بنحبش نخسر في التقسيم والله كانت في التقسيم ضرب نار مش هتلاقي كده مش هتلاقي في اي نادي تاني لا خالص خالص الوضع مختلف. انا لعبت في المصري لعبت في بتروجيت طبعا كنت في الوحدات الاردني هنيجي عند التجربه دي هنتكلم عنها برضو لان انت كنت هداف الدوري هداف الدوري وخدنا دوري هناك مع الاردن من الوحدات الاردني برضو عامل زي الاهلي شعبيته كبيره جدا في الاهلي كان الفيصلي والاهلي عامل زي الاهلي والزمالك كده بس الوحدات يعني ايه شعبيته اكبر مرتبه اعلى يعني لا النادي الاهلي الدنيا يعني ما لعبش كوره في الاهلي ما لعبش فكل يوم بالنسبه لي يعني حاجه يعني كانت كبيره جدا حاجه بالنسبه لي يعني يمكن ما فقتش الا اخر يوم انا مشيت فيه من الاهلي اخر يوم مشيت فيه في الاهلي فقت من ايه فقت من الحلم اللي انا كنت فيه والله انا كنت حاسس ان انا في حلم. كلمنا عن اخر يوم ليك في النادي الاهلي. يعني كان انا فرق التجديد بس وعدم التجديد كان يومين قبل ماتش امتي لان كان بونفرير جالنا في السنه الاخيره بونفرير في وجهه نظري من اسوء المدربين الفنيين اللي جم النادي الاهلي. انت مقتنع بجوزيه وجوزيه كان مقتنع بيك الحقيقه كان سوبل وكان يعني جوزيه طبعا جوزيه يعني لما جه حاول يرجعني يعني حاول يرجعني بس في سنه كنت في المصري وبعد كده بعدها بسنتين كنت بتروجيت برده كانت الدنيا صعبه ان انا ارجع يعني. انت قعدت 5 سنين في النادي في النادي الاهلي 5 سنين 6 بطولات يعني برده ده رقم كويس انت واعتقد ما بتلاقيش اللي بينتقل لنادي بيقعد 4-5 سنين وياخد بطولتين بيبقى حاجه لكن يعني 5 سنين و6 بطولات برضو خدت خبرات يعني الخبرات اللي خدتها في النادي الاهلي دي كمان طبعا مع موهبتك واستعدادك ساعدتك كمان انت جايب خبرات كبيره جدا رحت احترفت فتره صغيره طلعت هداف الدوري هناك ورجعت هداف الدوري المصري فكل دي خبرات خدتها فمشوارك الدولي بقى حتى في قطاع الناشئين ما رحتش منتخب شباب منتخب لا. على مستوى المنتخبات لا. هو اول زي ما انت قلت لي الانضمام مع حضرتك كده في المنتخب مع الكابتن محمود الجوهر شوف يا كابتن النادي الاهلي
يعني اتعلمنا حتى في الحياة الحياتية بتاعتنا, مش 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 في الكورة بس, النجاح. يعني في أي حاجة بتعملها أنت عايز تنجح. يعني أنا حاليا دلوقتي مدرب, شغل النادي الأهلي, روح النادي الأهلي عايز اتعلمه للواد الصغيرين طبعا. اللي انت اتعلمته في النادي الاهلي هو ده اللي احنا اتعلمناه من النادي الاهلي يا كابتن, ان احنا كل تمرينه انا لازم يبقى فيه روح في قلب, اتعلمناه شربناه بالمعلقه كده في الاهلي. ما حدش قال لنا الكلام ده, بس احنا اتعلمناه من الملعب, من الكباتن الكبيره اللي كانت معانا, كابتن سامع عرابي, كابتن حسام, كابتن ابراهيم, محمد يوسف, هادي خشبه, وليد صلاح, الناس دي اتعلمنا منها كل ده, محمد عماره, لا الناس دي كلها يعني عايز اقول لحضرتك شربونا روح النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ده هو ده هو دي هي دي الفانيلا الحمراء. الناس اللي بتسال بتقول لك روح الفانيلا الحمراء, الجمهور صح, هو خلاص الجمهور علمنا ان احنا ما نخسرش ولا نتعادل ولو تعادلنا نزعل. ده احنا دلوقتي بقى وصلنا بعد جوزيه طبعا, وصلنا ان احنا لما بنكسب باداء قليل شويه بما نزعلانين. ده حقيقي بالظبط, ده حقيقي يعني اللي اقول لك كسبنا بس لا الاداء مش عاجبني بالرغم انك كسبان يعني بالظبط. فده اللي اتعلمناه فعلا في النادي الاهلي, لكن دايما بيكون في ماتشات كده معلمه في ذهنك, ماتشات على المستوى النادي الاهلي. ايه الماتش اللي كل ما تفتكر فتره الخمس سنين اللي قعدتها في النادي الاهلي تفتكر ايه بالظبط, انهي ماتشين؟ والله يا كابتن لو قلت لحضرتك يعني الخمس سنين كل ماتش وكل دقيقه على طول في ذاكرتي, لكن طبعا في ماتشات انا عملتها حلو يعني عملتها كويس, زي نهائي كاس مصر كده مع الاهلي والمحله, حطيت هدف وخدنا البطوله دي. وكنت قبلها كان قبل النهائي كنا بنلعب القناه كانت فرقه قويه جدا جدا جدا, كان مسكها كابتن انور سلامه, كانوا فرقه قويه جدا يا كابتن. 2000 يعني السنه اللي هي مسكنا فيها جوزيه, وكان المباراه دي كان بيتفرج عليها جوزيه, كنا بنلعب قبل نهائي قناه في استاد القاهره في الدقيقه حوالي 42 43 من الشوط الثاني, و0-0, وليد عمل لي انفراد حطيتها من فوق الحارس. أيوه. كان مصطفى كمال الحارس بتاع القناه بالظبط كده. كان كابتن طارق سليم كان مدير الكوره وقتها, جالي بعد الماتش قال لي انا ما شفتش كده, تخيل طارق كابتن طارق سليم والله يا كابتن هاني, قال لي تغنى بالهدف صراحه مع انه كان زعلان مني قبلها, كنا بنلعب سوبر المصري السعودي ضيعت ولا ايه؟ الكوره اللي فاخر اللي راح بحطها كده راحت قطعت تردد جون, مع اني كنت جايب جون في المباراه دي, كان زعلان مني فيها جدا. وبعدها بقى فضلنا نمشي بقى لحد كاس مصر, جبت جون انا في قبل النهائي ده في الدقيقه 40 42 الشوط الثاني, وجينا في المباراه النهائيه مع المحله حطيت جون الفاول. طيب احنا بعد الفاصل عندنا لسه كلام كتير جدا ما انتهاش مع كابتن علاء ابراهيم, هنروح لفاصل سريع جدا وبعد الفاصل البيت الكبير. اتفضل.